يقول: هل من الإطراء قول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل ولكن ظله نور، أو هو صلى الله عليه وسلم كان نورا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا كغيره من البشر، فما لم يثبت أنه خص به لا يقال به، وهذا وذاك لم يثبتا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهما، وإنما ثبتت له خصائص منيفة وشمائل شريفة ثبتت بالقرآن والسنة، وليس منها ما ذكر هاهنا. فهو صلى الله عليه وسلم بشر من لحم ودم، ولم يكن نورا مضيئا، وكان له صلى الله عليه وسلم ظل كأي شاخص تأتي من فوقه الشمس.